موضوع آخر، استعمل بيان لرئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي مساء اليوم مصطلحات جديدة في تعامل المؤسسة العسكرية مع الوضع السياسي الراهن. البيان الذي أعقب اجتماعا موسعا للقادة العسكريين وصف لأول مرة جهات تستعمل صلاحيات رئيس الجمهورية بالعصابة، كما طالب بصيغة الفوري لتفعيل المواد 102 و87 من الدستور. نتابع. اجتماع موسع ترأسه اليوم الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش. شارك فيه قادة النواحي العسكرية الست، قادة القوات المسلحة، قائد الدرك الوطني، وكذا الحرس الجمهوري. الاجتماع خلص إلى بيان حمل مصطلحات شديدة اللهجة إزاء عصابة كما وصفها تستحوذ صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة وضمان أمن استقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدورات الشعب الجزائري وهي الآن بصدد التفات على مطالبه المشروعة. بيان رئاسة الأركان طعن بشكل واضح في بيان رئاسة الجمهورية أمس الاثنين، واصفا الجهات التي وقعته بغير الدستورية وغير المخولة، مضيفا أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا. جايد صالح استعمل وصف العصابة لأول مرة في حديثه عن الجهات التي احتكرت صلاحيات الرئيس، قائلا أنها عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع ضد الشعب، مضيفا بصيغة الأنا وقوفه في صف الشعب وإلى جانبه في السراء والضراء. البيان انتقل بعدها لصيغة الجمع، وفي إشارة إلى إجماع داخلي في المؤسسة العسكرية حينما طالب بتفعيل مواد شغور منصب الرئيس، إذ ورد فيه: قرارنا واضح ولا رجعة فيه، ونقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه. كما انتقلت المؤسسة العسكرية إلى تحديد معالم زمنية لتفعيل المادة 102 من الدستور من خلال مصطلح لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور. نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7, 8 و102 مباشرة، المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة. جايد صالح عاد للحديث عن اجتماع الجنرال المتقاعد محمد مدين بالرئيس السابق اليمين زروال وعدد من المسؤولين العسكريين السابقين دون تسميتهم، واصفا إياها بالاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، مضيفا أن بعض هذه الأطراف تحاول نفي تواجدها في هذه الاجتماعات. جايد صالح اتهم جهات لم يسمها بإطالة الأزمة وتعقيدها، وكذا اعتمادها مخططات مشبوهة ترمي لزعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الفخ الدستوري، معتبرا خرجتها بالحفاظ على المصالح الشخصية الضيقة والقفز على مصالح الشعب ومصير البلاد. كما أن اجتماعات هذه الجهات خارج النطاق الدستوري ومقترحاتها تؤزم الوضع. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.